السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد ولو انه قصير لكن ما يسالش، المهم نطلع عليكم ونطلع عليا ونسهروا مع بعضنا شوية في الفيديو هذا في الثانية. يلا نبداو من على بركة الله وشكرا. شوية لطيف، شنو نعرف في بالي باش نعبي للحصافر ولا برشا عليهم مش مكبوسة. والماء في الجيبي مش برشا زيد. الماء في جيبي مش برشا اللي تم هكا هو واش نعملوا له. اه وين الوحده نتاعو الاخر الحديده وين البلاستيك هذاك علاش ها وينو ما ركبتهاش زعما انت انا خاطي انا في بالي هذي زعما ركبتهاش انت هذاك علاش يبزع في الماء مال مش غاديك طاح في الدراج. اوكي اوكي يلا هذي فيديونا اليوم بدينا هكا على خاطر جينا قايلة قعدنا الفوق ما وقعدنا رديني بصراحة قلت في حاجات هكا يستوي فيهم أكل هذوما الجعب حسيلو وركح فيها كشفتوا الماء شوية ما فماش برشا يزم يكلم الراجل يجيب لنا السيتيرنا نتاع الماء حتى الموتور ما يعني يخرج ما مش هذي حاسين وين القيد نتاع العصافر عندي ماني عندي مده اكثر من جمعتين ما جيتش انا ملي جاوني البنات قعدوا عندي ما خرجتش من الدار ف ما جيتش الثانيه جيت نقى شايحه مسكين مساكن ولو انا هذيك الجابي يشربوا منها زادة العصافر ما نطمنش على خاطر مره مخلي انا الدجاج معبي الدجاج على سطل كل مره نلقى فيه عصفوري تيجي يشرب مسكين يطيح في السطل يموت برام عاملة ناس وحدات صغار للعصافر هما ياكلوا مع الدجاج ويشربوا مع الدجاج كي حيوانات هذو حسيلو هاني باش جيت باش نعبي قال نودين راهو تبدا تقطر حط انت الصحفه هذه ولا نعبي فيها شويه ماء انا نحب نمشي لدارنا خاطر غدوه عنا حمام العروس وحابه نحضر انا لكن نوردين عنده يا 100% مادام تجري بالضوء كيما هكا برشا الماء يجري برشا معنى نتاعها هي حسيلو غدو عنا حمام العروسة حابة تحاول فيه مرت خويا وكل باش نمشيو حابة نمشي أنا عندي برشا مشيتش حمام عروسة ولكن عنا موعد في نابل نور الدين ضروري يمشي النابل الصباح ما نعرفش عاد هاني باش نفتح معاه الموضوع تو قدامكم انتوما باش نقول له بعد هذيا بعد ما تقد الماء تو وصلني في الليل خير من توصلني غدوه يبدا خاطر غدوه عنده ما يعمل هو ماشي النابل ومن بعد يجي القايله ما عادش توصيله ويفوتني الحمام وانا عندي برشا مشيتش لدارنا صافا شنو نشد الماء توا هذا الجعبة هذيا؟ شنو؟ على الشجرة؟
شاء الله ربي يسهل. والله سعيده بعثت لي الفيديو مع جماعه في دارنا جوجو طيبه وعم جماعه فيف جايين بنت اختي وولد اختي كل جايين من فرنسا عاملين جو في دارنا دار بحر جوجو. ان شاء الله النجم يخلي يهزني الليله. غروب الشمس مش نسمع فيك على حس الموتور مش نسمع. قاعد يمشي الماء صافا. نمشي نعبي الماء من الغادي خلي يجي هو يشد الكاوتشو هذا ونمشي انا غادي نعبي لهم شويه ماء. تحصرت انا طول هنا شد جعبة ونستنى فيه. كنت قاعدة الفوق أنا ويرت كرسية غادي للنسمة خاطر السرعة عالية. نرجع ونقول السرعة عالية. أنا قصيرة نقعد على الكرسي ما عادش نظهر جملة ما عادش نشوف حتى شيء. نولي نقعد غادي بحدا قدام الدروج تجيني النسمة ونشوف الفيو قدامي. Thank you.
هاي يا جماعة أني بعدت على على الموتور خاطر ياسر حسه وكل شيء، خاطر باش نختم معكم فيديو على السريع صغير، نسلم عليكم ونقول لكم يعطيكم الصحة ورانا توحشتكم، سامحوني على الفيديو القصير هذايا. إن شاء الله أنا كنت ماشية اليوم كما سمعتوني قبيلة، حبيت خاطر غدوة عندنا حمام العروسة، حبيت نمشي أنا نحضر، عندي برشا ما حضرتش حمام العروسة على خاطر بنت أختي بنت خويا تحبنا نحضره، لكن اللي غالب نوردين عنده ظهر عنده وراق باش يدفعهم في نابل، فهمت بلدية نابل ولا حسيلو، ما نجا يمشي الصباح لنابل ويروح قايلة بطبيعة الحال مستحيل يوصلني، ما نخرجش على الحمام، هاني نحاول إذا كان بعد باش نعاود معاه قدامكم، ما قال لي حتى شيء، باش نعاود إذا كان وصلني الليلة نحضر غدو الحمام خذ اضرب. سعيد أختي زاد شجعتني بعثت لي فيديو، بناتها جاوا من فرنسا عاملين جو ما شاء الله، وجوجو طيب بطلهم العشية وحاسين عاملين جو. قالوا لي شجعوني قالوا لي خليه يجيبك في الصباح بكري ولا توا توا ممكن ايه، اما في الصباح بكري ليه، خاطر هو 6 يمشي لنابل ويروح 10 11 مستحيل نهبطوا المحمدي الوقت هذاك. تيك هاو حاصيل ونقول لكم يلا ان شاء الله يعجبكم الفيديو هذا باش نهبطوا ان شاء الله من بعد ديريكت، يعني باش يهبط توا هاك تشوفوا توا المغرب باش نحاول ديريكت نبعثه لكم معي. يلا نقول لكم ميلا ان شاء الله نهاركم زين وليلتكم سعيدة ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.